دخلنا المعرض في الدوره ديالو 13 هاد السنه، كان واحد التطور كبير وملموس وشاهدته من خلال الزوار، كثرت الزائرين من جميع الاقطاب من جميع الدول. كنشوف ان المنتوجات ما شاء الله منتوجات جديده، كان كم هائل في المنتوجات الفلاحيه من جميع في جميع الاروقه. وكنتمنى للجهات فاس المكناس المزيد من العطاء والتألق. انتم كتشوفوا الرواق ديالنا تبارك الله، الرواقه ديال جهه فاس مكناس كيتميز بالمنتوج ديالنا ديال الجهه.